Vous le savez désormais, la mobilisation de toutes les entreprises de l'environnement est يكون المرء فاعلا هذا سؤال أساسي مركزي لأن التعبئة لا تتم بمجرد نداء إطلاق النداء يجب على الجمهور أن يشعر بأنه قادرا على ذلك وأنه مؤهل لذلك ومن أجل هذا يجب أن يتملك جميع هذه الأهداف وفلسفة أجندة 2030 هذه الأجندة التي اعتمدت في سياق دولي وفي بعض الأماكن في فرنسا ساد شعور بأن هذه الأجندة غير متصلة بالواقع الفرنسي لذا علينا أن نعبئ وأن نجد الطريقة للشرح للتوعية للتبشير وذلك لتسهيل فهم هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة وتسهيل تملكها هنالك أفعال كثيرة يقوم بها فاعلون مؤسسيون مثل وزارتي البيئة والخارجية جمعيات وهيئات خاصة وهؤلاء يتكلمون عن الأجندة وعن الأهداف وهذا مغزى عمل نقوم به اسمه جولة فرنسا لأهداف التنمية المستدامة رسالته شرح مغزى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 في الأقاليم الفرنسية لا سيما وأن هنالك عدم مركزية في فرنسا جولة فرنسا لن تتم على الدراجة الهوائية وستتم هذه الجولة خلال عدة سنوات ومن أجل وما حسن على وضع هذا المشروع هو عدة استنتاجات أولا أن فرنسا مثلا بعد سنة ونصف تقريبا من التوقيع على هذه الأجندة لم تكن التعبئة مهمة وكانت بعيدة أشد البعد مما يجب أن تكون عليه في حين أننا غير بعيدين عن 2030 يجب أن يزيد التملك الذي هو ضعيف للغاية في الوقت الحاضر في فرنسا الاستنتاج الثاني كان بأن هنالك أمور كانت إيجابية تم القيام بها في مجال التنمية المستدامة ولكن يجب تثمين هذه الأفعال واستعمالها وكذلك النظر إليها من زاوية جديدة هي زاوية أجندة 2030 يجب دائما النظر إلى هذه الأفعال متجاوزين ما يحصل في بلدنا نحن في سياق معولم ما نقوم به يؤثر على بلدان أخرى وعلى العالم ومن أجل تقييم صوابية ما نقوم به وما نعتبره في فرنسا إيجابيا من زاوية أجندة 2030 يجب إذن أن يتم أما الاستنتاج الثالث فهو من أجل إعادة الشعلة لهذه الأفعال التي كانت قائمة والتشجيع على المزيد بخصوص أهداف التنمية المستدامة وشرح التشابك في ما بين أهداف التنمية إذن انطلاقا من هذه الاستنتاجات الثلاثة قررنا أن
ننطلق في جولة فرنسا من أجل أهداف التنمية المستدامة. في نهاية 2016 في فرنسا حصل تغيير إداري، تم إنشاء أقاليم كبيرة جمعت بين عدة مناطق، وفي هذه الأقاليم كانت هنالك مناطق لا تعرف بعضها، وأردنا أن نجعل من أهداف التنمية المستدامة قسما مشتركا بين كل هذه الأقاليم. إذن هذه هي استنتاجات جولة فرنسا من أجل أهداف التنمية المستدامة. ماذا نفعل ميدانيا؟ لن تتمكن هذه الجولة أن تقوم بكل عمل التوعية والتعبئة والتملك، وإنما هذه المبادرة تسمح بإعطاء منبر في المناطق، منبر يمكن أن يلتقي حوله مواطنون ويتناقشون بخصوص أهداف التنمية المستدامة، يختبرون ماهية هذه الأهداف ويقولون في آخر المطاف حسنا أنا فهمت والآن سأعود إلى منزلي وأحاول كيف يمكنني أن أساهم في تنفيذها في إطار منزلي ومحيط عيشي. هدف جولة فرنسا إنشاء شراكات، فهذه الشراكات تصب في صميم أهداف التنمية المستدامة، وهذه الشراكات يجب أن نعمل على بنائها، يجب أن يجتمع الفاعلون، وهذا يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. العمل الجماعي مهم جدا لتدعيم الواقع في مجال التنمية المستدامة ولمزيد من الفعالية والنجاح. الهدف الثالث لجولة فرنسا لأهداف التنمية المستدامة إنشاء مجموعات إقليمية من أجل أهداف التنمية المستدامة، وكل من ساهم في المنابر وفي الاجتماعات يحمل الرسالة وينشرها ويستعمل الأدوات التي وضعت تحت تصرفه، وبهذه الطريقة ستتم التعبئة انطلاقا من خلية وتنتشر وتطال البلد برمته. تستمر جولة فرنسا في عام 2018، وهنالك مرحلة جديدة في 2019. يمكنكم الاطلاع على موقعنا الإنترنت على كل هذه المعلومات، وشاركوا في هذه الاجتماعات الإقليمية وانشروا رسالة أهداف التنمية المستدامة.